إذن متابعينا عرض آخر للبيع. النعجة هنا راهي بوليدها الله يبارك، هم ليك ولادهم وراهم دايرينهم في مجموعة خاصة. النعجة هنايا كل نعجة عندها خروف، والعمر هنا راه يقول العمر النعجة هنا شحال؟ فيها ثنيات وفيها زوج نعجات، عاطين سبعة غرمية، سبعة ملايين غرمية عاطينك، نص نص غربان. قل لي النعجة كيفاش راك تشوف فيها، ارتفعت ولا انخفضت؟ بها كاين الماكلة غالية، كلش غالية خويا كريم، راه كلش غالي. راه النعجة قد ما تصرف عليها ما كاش المصروف، مصروف قلبها. ولا البيع شحال يقول هنايا؟ البيع مازال ان شاء الله على ربي، مازال شاري ما نعد شاري. بالتقريب شحال هكاك؟ واحد بالك 72 ولا 71 ونص. 72 71 ونص هو سعر البيع. يا ولدي توتي راك تصور فيه. يا ولدي ترعبت يا قل لي يا اخي الكريم، اخر سؤال نطرحه عليك بالنسبه لسعر النعجه، النعجه دوك 69. بالنسبه لسعر النعجه مور العيد بربي ان شاء الله، اسكو النعجه راهي راح تبقى بهذا السعر ولا تنخفض؟ ما دام ما كاش الماكله جاب لي ربي يزيد تعاود تطلع في السومه، ما تعاودش تهبط. مام يخلص العيد وتطلع، مام يخلص العيد. الماكله تاعها غاليه، الشعير تاعها ب 550 ب 600، اجبار ب 670 ب 570، النخاله ب 450، كيفاه يحبط السوق؟ ما يهبطش السوق. قل لي الاغرب ب 80,000. قل لي انت يا مادام عندك النعجه، راك عندك بطاقه موال؟ ما عنديش انا. ما عندكش؟ ما عنديش. وعلاش ما خدمتهاش؟ قليله، تاع 20 نعجه واش دير بطاقه؟ هي باش تتلقى الدعم شحال لازم لك من نعجه؟ والله ما عنديش معلومه عليها. ما عندكش معلومه؟ ما عنديش معلومه. هما يماركيو صافا قال تا خروف ما يعطولكش، والخروف ما يعطولكش بطاقه عليها ما تسحقهاش، ما يدعموا في حتى حاجه ما كان والو. معليش نذكر المشاهدين والمتابعين انه الشهرين من قبل الدولة الجزائرية دارت عملية الإحصاء، إحصاء الغنم. هذا الإحصاء هو إحصاء رقمي، هذا الإحصاء دارته باش تحسب عدد رؤوس الأغنام، باش تعاود تنظم عملية الدعم للموالين والفلاحين. كاين ناس بزاف ما حبوش يقدموا المواشي تاعهم للإحصاء، دونك كي ما قدموش المواشي تاعهم للإحصاء ما قدروش كما نقولوا حنايا يوصلهم الدعم، لانهم ما حصلوش المواشي تاعهم. والناس اللي تقدمت للاحصاء راهي كما نقولوا حنايا راهي تلقات الدعم مؤخرا. خويا شكرا على المشاركه، يعطيك الصحه. اذا متابعينا عندنا عرض اخر للبيع، عندنا هذه النعجه الله يبارك، هذه هي ستسه عندها زوج خرفان ولدها الله يبارك ما شاء الله. هاي ليك السيد هنا راه مسومينه 68 والبيع راه يقول شحال البيع هنا بالتقريب؟ ها سبعة ونص سعر البيع هنا. النعجة راهي تدير 7,500,000. النعجة راهي عاودت طلعت شوية، ما ماشي كما كانت. معليش كيفاش؟ نهضر على الاسعار. قل لي الاسعار تاع النعجه اليوم كيفاش راهو؟ السعر متواضع، سعرها متواضع. هي ترتفع اذا كان الغلاء وكان اذا كان الغلاء في الاعلاف تكون هي تهبط، اما اذا كان العشب ولا اعشاب ولا كذا ولا العام زين تغلى. درك حاليا راها متوسطة، راها مليحة، ما تقول قالية بزاف ما تقول هابطة بزاف، راها مستواها مليح. هذه اللي نقول لك عليها يعني راها مليحة. شكرا على المشاركة، يعطيك الصحة. متوفر مكان استراتيجي جيد وحيوي للكراء لأصحاب المواشي والموالين. إن كنت تبحث عن مكان ونقطة بيع جيدة في الجزائر العاصمة، رويبة توفر لك هذا المكان على الطريق الرابط بين رويبة وعين طايا، على مساحة 60 متر الخاصة بالفصادة، زائد مساحة أخرى مسيجة ومغلقة على مساحة 2000 متر. متوفر الماء والكهرباء ومكان خاص بالسيارات. المكان معروف ببيع الكباش. شروط الكراء يكون للموالين فقط. يمكنك التواصل معنا على الأرقام التالية، يرجى معاودة الاتصال في حال انشغال الخط.
إذا متابعينا عرض آخر للبيع هنا رانا في هذه المجموعة اللي راكم تشوفوا فيها هي نعجة التربية الله يبارك، وهذه النعجة جاتنا من منطقة سيدي عيسى الله يبارك. شوفوا النعجة تاع سيدي عيسى كيفاش دايرة الله يبارك، كاين بزاف يحبوا يربوا النعجة تاع سيدي عيسى لما تمتاز به. قل لي خويا العزيز حبيت نسقسيك معليش، بالنسبة للنعجة تاع سيدي عيسى وشنو المميزات تاعها؟ كيف مع المال تاع البلاد وكل هنا اسمح لي كاين ناس بزاف، كاين مربين بزاف يحبوا النعجه تاع سيدي عيسى ويحبوا النعجه تاع ولاد جلال، اسكو تقدر تفهمني علاش يحبوا النعجه تاع سيدي عيسى؟ على جال وليدها الخرافي يجي زين وتسمن. وشحال مسومينك هنا؟ 48 ونص. والبيع شحالك داير؟ 5 ونص. 5 ملايين و500 سعر البيع هنا بسوق سيدي عيسى لولاية المسيلة. كاين اللي راه مدافعين هنا ولا ما كانش؟ كاين اللي راه مدافعين هو المصطلح، هو المصطلح الشعبي بمعنى راهم حوامل هكذا باللغة العربية. شكرا على المشاركة، يعطيك صحة. مش ما طيحوا في العلف ولا والو، قولهم طيحوا في. إذا متابعينا هنا رانا في هذه المجموعة هذه، هذا النعاج هذوما تاع كسيبة، هذو جاونا من منطقة بوسعادة، والسيد هنايا راه مسومين شحال؟ 10 ديمنا لساتا راه مسومين 10 ملايين و300، هذوما نتاع كسيبة، والبيع راه يقول شحال بالتقريب؟ 11 البيع 11 سعر البيع هنايا 11. قول لي خويا العزيز وين راه؟ هادو كاع متومين؟ لا هادو واحد. ولادهم كبار. هادو كاع راهم والدين، ولادهم كاع كبار ها. بالتقريب. نعم لك خرفانهم كبار ولادهم. العلوش راه غالي. إذا متابعينا عندنا عرض آخر للبيع، النعجة هنا اللي راكم تشوفوا فيها نتاع كسيبة الله يبارك، هادو راهم مع ولادهم، هام ليك ولادهم كبار، ولادهم العمر تاعهم شحال بالتقريب هكذاك؟ 8 أشهر؟ 7؟ 7 هام ليك، هم بولادهم عندهم 7 أشهر، راهم مخلطين عندهم خرفان وخروفات. 9 كور و4 راهم مخلطين متومين ولا فرادي؟ كل واحدة عندها كل واحدة عندها خروف، والسيد هنا راهم مسومين 12 مليون غير 50 ألف. السيد راهم مسومين 12 مليون غير 50 ألف، وهذه النعجة جاتنا من منطقة واش من المكان هذه؟ هنا تاع المنطقة هذه، هذه النعجة تاع هذه المنطقة، منطقة سيدي عيسى. شوفوا النعجة تاع سيدي عيسى كيفاش تجي وافية الله يبارك إن شاء الله. تجي وافية وتجي واقفة وتجي معمرة ومدحتها، مام الخروف تاعها شوفوا كيفاه يجي الله يبارك. في هذا الفيديو راكم تتعرفوا معايا على الثروة الحيوانية تاع بلادنا، ونعرفوا أيضا المغرب العربي والعالم العربي على الثروة الحيوانية في الجزائر. اسمح لي. إذا متابعينا عرض آخر للبيع، النعجة راهي دايرة حالة اليوم هنايا بسوق سيدي عيسى، الناس اللي راهي حابة تشري النعجة سواء تاع اللحم ولا تاع الكسيبة تجي لهنايا لسوق سيدي عيسى. راكم تشوفوا في الفيديو النعجة الله يبارك، هادو تاع اللحم، هادو تقريبا السن تاعهم كاع 6 سن قلت لي السن. السن هنا راه مخلط، كاين الرباع وكاين السداس، وهذا النعجه الله يبارك جاتنا من منطقه وش من المنطقه هذه؟ المنطقه مين جاونا؟ سطيف. هذا النعجه جاتنا من ولايه سطيف، والسيد هنايا راه مسومينو شحال؟ 6 ملايين؟ 6 ملايين و50 راه مسومينو. نذكر المتابعين والمشاهدين تاعي في ولايه سطيف راني جاي لكم ما تتقلقوش، سواء سطيف ولا العلمه.
البيع شحال يقول هنايا بالتقريب؟ البيع بالتقريب فردون هذه يعطون فيها 7 ملايين وحده بالوحده. بالوحده سموك 7 ملايين اها. والبيع تاعها شحال ديطاي واحد بالوحده؟ كل وحده كيفاه، كل وحده وسومتها. معليش اسكو تقدر تقول لنا الاسعار هكا بالتقريب تاع البيع؟ تاع البيع كاين هذه عطونا فيها 7 ملايين، فردونا ب 7 ملايين والجمله عطونا 6 ملايين و 50 الف. البيع قريب ولا بعيد؟ قريب 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 ان شاء الله. شكرا على المشاركه، يعطيك الصحه. اذا مشاهدينا هنا عندنا زوج نعجات وعندنا خروفه. خروفه هي وراهي هذه راه مسومينو فيها شحال؟ 43 ونص. والبيع تاعها شحال؟ البيع 45. والنعجات شحال سوموك؟ وحدة عطاو له 46 وحدة 42. كاينة الكحلة هذيك وكاينة البيضة. البيع تاع النعجة هنا شحال راه يقول؟ 43 44. سعر البيع راه يقول 43 44. خويا شكرا على المشاركة، يعطيك الصحة. لديك قطيع من الكباش أو الخرفان وترغب ببيعها في أقصر مدة ممكنة والتشهير بمكان البيع والسلعة الخاصة بك؟ الآن نوفر لك خدمة الإشهار على قناة دنيا تيفي. يمكنك التواصل معنا على الأرقام التالية، يرجى معاودة الاتصال في حال انشغال الخط. دنيا تيفي دائما معك.